إذن بشأن تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة وتطورات ملف المفاوضات وصولا لإنهاء هذه الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط الدكتور عبد الرحمن الفرة، كما ينضم إلينا من نابلس عبر سكايب عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي. مرحبا بكما. أبدأ معكم دكتور عبد الرحمن. في اليوم 12 بعد 200 من عدوانها على قطاع غزة، نلاحظ أن إسرائيل تواصل استهداف مختلف المناطق في القطاع، وأيضا كثفت قصف رفح وسط أنها تهدد بشكل مستمر باجتياح مدينة رفح في ظل تكثيف الضربات على المحافظات الجنوبية. ولكن السؤال المطروح هنا دكتور عبد الرحمن، هل نفهم من هذه المقدمة القصيرة أن العملية العسكرية التي يهدد بها نتنياهو منذ عدة أشهر على رفح ربما أصبحت قاب قوسين أو أدنى من موضوع التنفيذ دكتور؟ الحرب عموما على قطاع غزة لم تتوقف، والعدوان في كل أركان القطاع مستمرا، حتى رفح يوميا وكل ليلة تشهد ضربات مركزة على ما تظنه قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها مكامن للمقاومة، ونكتشف في نهاية المطاف أن يعني عشرات الجثامين للأطفال والنساء تخرج من تحت هذه الأنقاض للمنازل التي يتم استهدافها. هذا السقوط والفشل الذريعين الذي يواجههما الجيش الإسرائيلي يعبران عن ضعف في الاستخبارات والمعلومات على الأرض، يعبران أيضا عن عمى استراتيجي اليوم بلغه الاحتلال بعد أكثر من 212 يوم على القتال، لم يستطع فيها أن يحقق شيئا من أهدافه، لم يستطع أن يفكك منظومة المقاومة، لم يستطع أن يتغلب على كثير من الكتائب والألوية التي خاض اشتباكات معها، بل أن كثير من التشكيلات القتالية للقسام ولسرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية لم تصطدم اصطدامات مباشرة مع العدو، لأن العدو كان يسير على شكل أعمى لتدمير البنى التحتية ويعني تدمير أركان الحياة في قطاع غزة. هذا كله بالطبع يضعنا أمام مسؤولية رفح في ظل ذروة المفاوضات. مسؤولية رفح، العدو الإسرائيلي حاول أن يجعل من الاجتياح البري لمدينة رفح عبارة عن كرت ضغط على طاولة المفاوضات في وجه المقاومة الفلسطينية. بالمقابل المقاومة الفلسطينية ليس بوسعها أن تتنازل فيما يتعلق بمصير قطاع غزة، وبعد كل هذه الدماء والتضحيات لا يمكن التنازل عن شيء من الثوابت الأساسية المتعلقة بالإعمار، المتعلقة بموضوع وقف الوقف الشامل لإطلاق النار، والمضي نحو صفقة تبادل واضحة ومشرفة. هذا كله يضعنا أيضا أمام ما حدث قبل ساعات من الآن، وقيام المقاومة الفلسطينية بدك الحشود العسكرية القريبة من معبر كرم أبو سالم، حيث يعني قبل ساعات ويعني قبل يومين كان يتحدث بلينكين عن تصريح واضح يشير فيه إلى الحشودات العسكرية التي حشدها العدو الصهيوني وحشدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح، وهو أيضا يلوح بالقوة في وجه المقاومة، وكأنه يقول إما أن تقبل حماس بهذا العرض الأخير، وإما أن تكون المجزرة في رفح، وإما أن نعلن الضوء الأخضر. هذا الضوء الأخضر الذي يعني يسعى نتنياهو إلى انتزاعه، والمقاومة بعد أن خرج نتنياهو ظهر هذا اليوم أو عصر هذا اليوم وخرج منفردا في تسجيل فيديو يوضح فيه أنه لا يمكن له أن يقبل بالهزيمة، واعتبر أن وقف إطلاق النار الشامل هي هزيمة وهي رضوخ لشروط حركة حماس، وبذلك أعلن رسميا نسف هذه الجولة من المفاوضات. يحاول الأمريكان استدراك الموقف الآن. غادر وفد المقاومة الفلسطينية من مصر إلى الدوحة، وبعدها بساعات بعد هذا الذي حدث هناك حديث عن إمكانية عودة هذا الوفد في الغد أو بعد غد. طيب. هذا كله عبارة عن استدراكات. تقديرنا في الموقف السياسي الضغط هائل في جانب المفاوضات، لأن المسافات البينية وإن كانت بعيدة إلا أننا في لحظات من الممكن أن نشهد يعني انفراجة إذا ما
تنازل نتنياهو عن الأبعاد الشخصية التي يصر عليها في هذا المشهد. بالمقابل في البعد العسكري تقديرنا أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى أن يقضي على شيء من البنية العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التي لا تزال بعافيتها في منطقة رفح. طيب دكتور عبد الرحمن، سأتوقف معكم عند أن المستوى الشعبي في الكيان المحتل، حيث خرجت تظاهرات كبيرة في تل أبيب، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ محمود. أستاذ محمود، أجدد التحية لكم. في الوضع الميداني، استهدفت كتائب القسام وأيضا سرايا القدس على مدار الساعات الماضية محور نتساريم للمرة الرابعة خلال الأسبوع الماضي. كيف تقيم وكيف تقرأ العمليات العسكرية بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية بعد 212 يوم من العدوان على قطاع غزة؟ يعني 212 يوم حقيقة من المقاومة الباسلة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة أعتى قوة في العالم تدعمها كل قوى الشر في العالم، خاصة الحلف الأطلسي وبالقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. المقاومة الفلسطينية أفشلت حقيقة، أفشلت في الأيام الماضية ما سمي بالميناء العائم. يعني عملية نتسريم كانت هي الضربة القاضية لمخططات الأمريكية الصهيونية لإقامة هذا الميناء المشبوه، ونحن نعلم ما هو هدف هذا الميناء بغير الهدف الظاهر الذي أعلنه جو بايدن في شهر آذار الماضي، أنه هي حالة إنسانية لتقديم المساعدات لشمال قطاع غزة وأمام يعني إغلاق كافة المعابر. لكن المقاومة الفلسطينية باستمرارها بقوة حقيقة، يعني عمليات اليوم في كرم أبو سالم وكذلك قنص بعض الجنود وسط مدينة غزة يعني على محور نتسريم، كل هذه الأحداث يعني جعلت حقيقة جيش الاحتلال وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تتخبط في قراراتها، تتخبط في تصريحات الإدارة الصهيونية سواء نتنياهو أو أركان وزارته وأيضا أركان الجيش الصهيوني. يعني منذ يومين اجتمع وزير الدفاع الصهيوني مع قادة الجيش الصهيوني وتوصلوا إلى نتيجة أنه أننا ذاهبون في طريق مسدود. يعني الجيش الصهيوني لا يعلم أين يتوجه، يعني قطاع غزة، شمال قطاع غزة، وسط قطاع غزة، خان يونس، كلها المدن الشمال والوسط كلها أبلت بلاء حسنا وأفشلت كل مخططات العدو الصهيوني في فصل شمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة، رغم كل هذا التدمير الهائل وأيضا التضحيات الجسام الذي ما زال يقدمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 125 ألف أسير وشهيد وجريح ومفقود، كل هذه الأرقام الكبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية، ما زالت المقاومة صامدة حقيقة وهي مبادرة لمواجهة حقيقة كل مخططات الجيش الصهيوني سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب. دكتور عبد الرحمن، يعني توقفنا معكم على المستوى الشعبي، خرجت تظاهرات وصفت بالكبيرة في تل أبيب. هذه التظاهرات تطالب بوقف الحرب وعقد صفقة لاستعادة المحتجزين. هل تعتقد أن نتنياهو سيقبل بهذه المطالب؟ طبعا في ظل حديث متذبذب ومتأرجح فيما يخص هذه المفاوضات من قبل حكومة نتنياهو. رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو في مأزق كبير، أكبر رئيس جهاز استخباراتي في الكيان الإسرائيلي في الكيان الصهيوني المحتل، هو رئيس شعبة أمان الاستخبارات العسكرية، قدم استقالته. نتنياهو قبل ذلك عرض نفسه لتماس حقيقي مع الشعب عندما
أو مع المجتمع الإسرائيلي عندما حاول أن ينتقد المنظومة الأمنية. المنظومة الأمنية ومنظومة الأجهزة الأمنية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي منظومة حساسة ومحل تقدير ومحل يعني سمعة عالية بالرغم من كل الإخفاقات التي مرت بها، وليس أقل من إخفاق 7 أكتوبر والكشف المبكر عن هذه العملية، إلا أن الأجهزة الأمنية والمعلومات التي ترشح عنها تتحدث بشكل واضح أنه لم تبقى هناك وجهة حقيقية أو فائدة حقيقية من استمرار المعارك في قطاع غزة. هذا بالتأكيد ينعكس على الشارع الإسرائيلي، ينعكس بالضرورة على المفاوضات، وينعكس حتى على مسار التعامل داخل حكومة الطوارئ. المظاهرات التي اليوم تضغط في الشارع، أولا هي مظاهرات غير مسبوقة، يعني شهدنا عدة مظاهرات، هذه المظاهرات كانت الأضخم. الأمر الثاني أنها كانت بين يدي مفاوضات صعبة، وهي التي كانت في أعلى مراحل يعني التماس مع الحلفاء الأمريكان والغرب، أو حتى على يعني تماس حقيقي مع مطالب المقاومة، وكان هناك بالإمكان أن تحقق صفقة يتم وفقها وقف إطلاق نار شامل، أو على الأقل المضي في هدنة تنتهي بوقف إطلاق شامل والمضي في ترتيبات صفقة تبادل أسرى. وهذا ما يذهب بنا إلى النقطة الثالثة، وهي مسألة تبادل الأسرى، أن المجتمع الإسرائيلي اليوم بات على يقين أنه لا يمكن لعمليات الجيش أن تعيد أسراه، ولا يمكن أن تستعيد هؤلاء الأسرى أحياء إلى الكيان الصهيوني، لأن أثبتت المعركة بعد 212 يوم أن القسام عنده قدرة عالية هو وفصائل المقاومة على الاحتفاظ بالأسرى وعلى المناورة والمقاتلة والقتال في أكثر من جبهة، وأن ما حاول الجيش بناءه وترسيخه من قواعد اشتباك أو حتى تغييره على أرض الواقع بما ينعكس لاحقا على شكل إدارة وحكم قطاع غزة، سواء من مسألة الشارع الذي استحدثه في وسط القطاع في منطقة نتساريم، الخط الذي يفصل ما بين الجنوب والشمال اللي أصبح عبارة عن يعني مصيدة دائمة ومحل استهداف دائم من قبل مقاتلي المقاومة الفلسطينية، هذا كله أصبح مقلوبا على الكيان وعلى خططه، ولم يعني تجلب هذه الخطط إلا مزيد من الفشل. الأمر الرابع أن اليوم تصريح نتنياهو اللافت عندما تحدث بشكل فج مخاطبا الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي أننا كيهود بين قوسين، يعني كنا لطالما عرفنا كيف نقاتل لوحدنا، وهو هنا يشير أنه يعني ذاهب إلى النهاية في قراره برفض الخضوع إلى شروط المقاومة أو المضي في صفقة. اليوم هناك إجماع ما بين الأمريكان وما بين الوسطاء وما بين جميع يعني أرباب الساسة في هذا العالم أن هذه المعركة يجب أن تنتهي بطريقة أو بأخرى، وأن شكل إنهاء هذه المعركة مرتبط بالإخراج الذي يتماشى مع واقع الميدان في قطاع غزة. وفي النهاية بعد كل هذه المدة لم تستطع الحكومة الإسرائيلية أن تحقق شيء مما أعلنت، وهذا ليس بمسؤولية هذه الدول وليس بمسؤولية هذا العالم الذي أبات اليوم أمام ضريبة كبيرة من الدمار في الواقع الإنساني والواقع القيمي. اليوم الانتفاضة التي تجوب في الشارع الأمريكي وفي عواصم الدول الأوروبية من قبل الشباب والطلاب ومن قبل شرائح مختلفة من المجتمعات التي يعني لطالما كانت تتربى على وتعيش على معاني الحضارة ومعاني الإنسانية، اليوم سقطت كل هذه المعاني في معركة غزة وأمام التطبيق العملي فشلت الإدارة الأمريكية حتى في أن تقف موقف سياسي إلى جانب الدولة الفلسطينية، بل جهارا نهارا رفعت حق النقد، استخدمت حق النقد الفيتو ورفعت الفيتو في وجه هذه الدولة، وأسقطت آخر ما يمكن أن يتغنى به من معاني الديمقراطية التي كانت يعني تتباهى بأنها تنقلها إلى العالم.
أستاذ محمود، نقطة مهمة أثارها الدكتور عبد الرحمن الفرة، وهو يعني ما هو موقف الولايات المتحدة والدول الغربية حيث أنه لا بد من إنهاء هذه الحرب. يعني صحف عبرية أيضا نقلت عن صحفيين إسرائيليين قولهم، يقولون إن نتنياهو يصدر بيانات ضد إبرام صفقة إنهاء الأزمة. كيف تقيم الموقف الأمريكي من هذه التصريحات، ومن ثم موقف نتنياهو من سير هذه المفاوضات؟ يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نشاهد رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز يجوب المنطقة القاهرة، ومساء اليوم توجه إلى قطر، وتدخل حقيقة يعني رئيس مجلس الأمن القومي جيك سوليفان وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن. واضح أن هناك ضغوطات كبيرة تمارسها الإدارة الأمريكية على حكومة نتنياهو من أجل التوصل إلى هدنة طويلة ووقف الحرب. ليس حقيقة ليس لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولكن هذه مصلحة أمريكية غربية أن تتوقف الحرب، لأن هناك الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن تعيش في ظروف مشابهة لأوروبا التي تسير فيها كافة المسيرات، رافضة للحرب ووقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني فيما يحصل في قطاع غزة من إبادة جماعية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ورطة حقيقة، إدارة بايدن كيف تواجه الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والتي امتدت إلى كثير من دول العالم، مؤيدة لقضية الشعب الفلسطيني، رافضة للجرائم وطالبة وقف هذا العدوان، وقف الإبادة الجماعية. ويواجه حقيقة تواجه الإدارة الأمريكية بقسوة لاتجاه الطلبة المنتفضين حقيقة والمعتصمين في كافة الجامعات الأمريكية. هذه حقيقة المواقف الأمريكية تضطر إلى التوجه إلى حكومة نتنياهو والضغط حقيقة، الضغط بشكل كبير على الموافقة على الصفقة والهدنة التي تنتهي بوقف هذه الحرب. فلذلك بقاء ويليام بيرنز في المنطقة هو دليل على أن الإدارة الأمريكية ماضية في هذا الضغط، ورغم أن هذه رسالة يعني توجههم إلى قطر يعني توجه للضغط على المقاومة الفلسطينية، ولكن وجوده في الشرق الأوسط أن هناك يعني إصرار من الإدارة الأمريكية إلى التوصل إلى إنهاء الحرب أو التوصل إلى هدنة، رغم أن ذهابه إلى قطر هو ضغط من خلال رئيس وزراء قطر، الضغط على المقاومة الفلسطينية التي وضعت شروطها، وهذه شروط ليست جديدة، شروط المقاومة الفلسطينية وهي وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة ودخول كافة المساعدات من كافة المعابر، ومن ثم إطلاق الأسرى، التبادل بين أسرى الصهاينة والأسرى الفلسطينيين. كل هذه التحركات يقابلها حكومة نتنياهو بتخبط، يعني تشاهد أركان هذه الدولة الصهيونية من خلال أركان الجيش، وزير الدفاع، وزراء في الحكومة، سموتريتش، بن غفير، وحتى بنيامين نتنياهو. كل هذه التصريحات هناك تضارب، هناك من مع الصفقة من خلال أصوات أهالي الأسرى ومن يؤيدهم، وهناك أصوات من إدارة الحكومة التي تريد اجتياح مدينة رفح وإنهاء ما يسمى إنهاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. دكتور عبد الرحمن، هناك تناقض في الموقف الأمريكي، هناك ضغوط أمريكية على نتنياهو من أجل يعني التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، ولكن في نفس الوقت نرى أن الولايات المتحدة تحمل مسؤولية عدم التوصل لأي اتفاق، تحمل بذلك المقاومة. هناك من يقول بأن مطالب المقاومة المتمثلة في انسحاب الاحتلال من القطاع وعودة النازحين لشمالي القطاع
يرون في هذا التمسك عرقلة للصفقة، كيف يمكن الرد على ذلك دكتور؟ في البداية دعنا نثبت أمرا مهما، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود المعركة فعليا. ما حدث في 7 أكتوبر هو ليس فقط مس في الكيان الاحتلال الإسرائيلي، هو مس في الهيمنة الأمريكية في المنطقة وغير من قواعد الاشتباك الإقليمية. اليوم المصالح الأمريكية ضربت في أكثر من موضع، القدرة أمريكا على ضبط المنطقة أصبحت أضعف من ذي قبل. ما حدث في 7 أكتوبر وما تبعه من تجرؤ كثير من مكونات المسلحة في المنطقة من مهاجمة الأهداف والمصالح الصهيونية أمريكية، هذا أزعج جدا الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا لا يمكن لها أن تسمح لنموذج المقاومة الفلسطينية أن يستمر في نجاحه وأن يستمر في بقائه بمثل هذا الزخم وهذه القوة، هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى حتى آخر المطاف مع إسرائيل، هذا يجب أن يبقى أمامنا واضحا. اليوم تناور في التصريحات، تناور في الترافيك السياسي اللي هو الجولات المكوكية، تناور في كثير من أوجه العمل، لكن يعني دعني أن أنقل قبل قليل تصريح غانس كان يتحدث، هو شريك نتنياهو في هذا الأمر، يتحدث بشكل واضح، استعادة أسرانا تتطلب منا التغلب على الغضب. لا. التغلب عن أي غضب يتحدث غانس، يتحدث بشكل واضح عن الغضب من إطلاق سراح الأسرى، هذا أولا، الغضب من تأجيل القتال هذا ثانيا، الغضب من الموافقة على صفقة التبادل. غانس يتحدث عن أن تجاوز حالة الغضب هذه بطولة، بطولة. تخيل غانس الذي خرج في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى، وهو ونتنياهو ووزير حربهم، وهم يتحدثون، جابي أشكنازي، وهم يتحدثون بشكل واضح عن اليوم الثاني لحماس ما بعد المعركة، هذا فقط ما كان مطروح على الطاولة. اليوم يتحدث عنه يجب أن نتجاوز حالة الغضب، ويتحدث عن البطولة، ولكن هنا السر في الأمر تأجيل القتال، وهذا ما تنتبه إليه المقاومة. المقاومة لا تريد وقف إطلاق نار مؤقت، لا تريد أن يعني تفرغ ما بين أيديها من كروت قوة وهي متمثلة في موضوع الأسرى، فينتهي الحال بأن تسلم إسرائيل الأسرى وتسلم إسرائيل شروطها، وننتهي بدون يعني ضمانات حقيقية. النقطة المهمة أن إسرائيل، والتي أختم بها، أن إسرائيل بين قوسين استطاعت أن تستحدث كروت تفاوض، يعني موضوع انتقال الناس من الجنوب إلى الشمال هذا كرت تفاوض، موضوع المنطقة في منطقة نتساريم والفصل بين الجنوب والشمال أيضا هذه نقطة تفاوض، موضوع الميناء العائم هذه نقطة تفاوض. هذه كلها نقاط استحدثها العدو حتى يفاوض على أشياء زائدة ولا يفاوض على أشياء أساسية هي التي دفعت بالفلسطينيين أن ينفجروا في 7 أكتوبر. عبر شكاب من إسطنبول الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط الدكتور عبد الرحمن الفرا، كان معنا أيضا من نابلس عبر سكايب عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي، شكرا جزيلا.